إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نتمنى لكم وقتا طيبا مباركا مع هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها الزميل رضا عبد السلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله الذي قال في نبيه المصطفى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في شهر مولدك، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقاب، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا، وفاح القاع أرجاء وطاب. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل هذه الأمسية التي جاءت إذاعة القرآن الكريم لتؤدي أعلى مهامها وأكثرها أملا. أيها الإخوة المؤمنون، في افتتاح مساجد الله في مشارق الأرض ومغاربها في مصرنا الحبيبة، أيها الإخوة المؤمنون، هذا افتتاح المسجد القبلي بقرية كفر أبو الحسن مركز كويسنا بمحافظة المنوفية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم على من أنفق وعلى من شيد وعلى من يعمر هذا البيت من بيوت الله. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. Thank you.
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكانت خير مستهل لهذه الأمسية التي جاءت فيها إذاعة القرآن الكريم لتشهد افتتاح المسجد القبلي بقرية كفر أبو الحسن مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ حسام الشتيحي مدير إدارة أوقاف قويسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وشكرا لله وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى الآل والصحب الكرام وعلى السلف الصالح وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الجمع الطيب في هذا البلد الطيب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في جمعنا هذا. استمعنا واستمتعنا من قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوا وسلموا تسليما على الرحمة المهداة والسراج المنير الذي أرسله ربه ليكون هاديا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. كيف نتعلم من الرحمة المهداة؟
لقد جاء حبيبنا، جاء لنقتدي به، فلنعش مع هذه الرحمات المباركات. هل تعلموا أن هذه الآية الكريمة هي بنفس النص في التوراة والإنجيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نتعلم من رحمته صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى؟ استمعوا جيدا إلى هذا الحديث الشريف عن جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه. قال: سيدنا جابر أسلم ولم يكن قد رأى نور محمد، فدخل المسجد فوصف الحبيب محمد، فانظر بما وصف. يقول: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلت عليه وقلت: عليك السلام يا رسول الله. فسكت الحبيب، فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال الحبيب: لا تقل عليك السلام، ولكن قل السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ سينطق الحبيب بأفصح عبارات البلاغة واللغة العربية ما تفوه بها الأعراب ولا الشعراء. قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها عليك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك ردها عليك. المدقق في البلاغة يعلم أن رسول الله أعاد الضمير إلى أقرب مذكور، فقال: أنا رسول الله، الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. من الذي علمه أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور؟ إلا الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. والدقة في البلاغة أنه قال: إذا أصابك عام سنة. فرق الحبيب بين العام والسنة، عام 1441 هجرية وسنة 1441 هجرية، ولكن في اللغة العربية كلمة السنة تأتي في العام الذي فيه قحط شديد، ولذلك قال له: إذا أصابك عام سنة فيها قحط فدعوت الله أنبتها عليك.
وإذا كنت في أرض فلات فضلت الراحلة فدعوت الله ردها عليك. قلت يا رسول الله اعهد إلي أوصني. قال الحبيب محمد، وهي رسالة إلى أبنائنا الشباب في عصرنا الحاضر، تعلموا من فم الحبيب محمد، اعهد إلي، قال لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. المؤمن ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. أبناؤنا نسمع منهم ألفاظا في هذا العصر لا تليق بأمة الحبيب محمد، وأول وصاياه لا تسبن أحدا. يقول سيدنا جابر: فما سببت بعدها حرا ولا عبدا ولا أمة ولا بعيرا ولا شاة. وأن تحدث أخاك بوجه طلق، حينما تتحدث مع أخيك أظهر الابتسامة، أظهر طلاقة الوجه، فما كان حبيبكم محمد في يوم من الأيام عبوسا أبدا. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ختاما، صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة كان رفيقي في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من رفقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا بيده الحبيبة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. واحفظ مصر ورجال أمنها، وبارك في مصر وجيشها، وأنزل بركاتك ورحماتك وسناتك على بلاد العالم الإسلامي أجمعين. شكر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة شيخ حسام الشتيحي، مدير إدارة أوقاف قويسنا، من هنا من المسجد القبلي بقرية كفر أبو الحسن، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان إلى الابتهالات والمدائح النبوية، يقدمها المبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا
صلى الله عليه وسلم
ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواب لواء رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم. في وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه المدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة، وكانت خير مختتم لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم في افتتاح المسجد القبلي بقرية كفر أبو الحسن مركز كويسنا بمحافظة المنوفية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وتحياتي رضا عبد السلام من أسرة المذيعين، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.